وأوصل الكهرباء إلى هذه المرحلة. كرة خطيرة خطيرة خطيرة، الله! حسني حسني للقيتارة للقيتارة، الله الله الله، علي حسني بدها، الله! للشرطة للشرطة عن طريق علي حسني، بدكة بدكة، أول للقيتارة أول للقيتارة، والاقتراب من الصدارة. الشرطة الشرطة الشرطة، القيتارة بهدف أول عن طريق علي حسني، الله الله الله. بدأ لاعب المنتخب الوطني ولاعب المنتخب الأولمبي زيد وباسل، أحمد باسل بالمرمى مع زيد تحسين، هل يعدل الطلبة الأنيق أم هناك كلمة لباسل؟ زيد تحسين زيد تحسين زيد تحسين 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 زيد تحسين، زيد يتقدم، تحسين كل زين باللقطة الماضية، هدف التعديل للطلاب. لا هاي الحركة والله لو نتركها شوي. زيد بهدف التعديل للطلبة للأنيق، اي نعم افرح انت أنيق. و التعديل للطلبة، التعديل للأنيق عن طريق زيد تحسين، الواحد واحد. لا الطلبة يعدل بالركلة الجزاء، لاحظ قوية صعبة على أحمد باسل، وهدف التعديل للطلبة. راح لها أحمد باسل، عالية الكرة وخطيرة، تاني 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 للطلبة عن طريق الشرطاوي السابق، اي نعم، مهدي كامل للأنيق للأنيق الطلبة، والهدف الثاني ثاني للطلبة، وحلوة من مهدي، مهدي كامل وقراءة سورة الفاتحة على أرواح المشجعين الاثنين للشرطة، برافو لمهدي كامل، قمة في الإنسانية. وهذه كرة القدم، مهدي بمرمى فريقه السابق، يرفض الاحتفال ويقرأ سورة الفاتحة بموقف كبير، يحسب لمهدي، يسارية طلابية في الشباك الشرطاوية، مهدي كامل درس كبير بالإنسانية وبالأخلاق العالية. طبعا زيرو اشترك بديلا لأمير صباح، ما زيرو، مهدي كامل، حلوة يا مهدي حلوة يا مهدي حلوة يا مهدي، جماهير الطلبة، والثاني للطلبة